أعزائي المشاهدين، عزيزاتي المشاهدات، حلقة اليوم تتمحور حول المجاهد عبد الرحمن اليوسفي. وأخيرا وبعد من الملتمس الذي طالب فيه القيادي أحمد يحيى في لقاء حزبي جهوي بمدينة طنجة المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالمصالحة مع المجاهد عبد الرحمن اليوسفي والمصالحة مع الذات الاتحادية، قام المكتب الأول للحزب بزيارة للقائد الرمزي والتاريخي لحزب الوردة ببيته بالدار البيضاء في 3 غشت 2019. شكرا للملتمس الذي يقدمه الاخ محمد درويش عضو المكتب السياسي، ومن خلاله الى الاخ الكاتب الاول وكل اعضاء المكتب السياسي، كما اقدمه للاستاذ خالد علي باعتبار علاقه القرب هو المكان الذي يحظى بها الاخ المجاهد عبد الرحمن اليوسفي. واحد العدد ديال الناس كجبدوه كانه شيء إناء واحد شي مكان. الملتمس ديالي الأستاذ المجاهد عبد الرحمن اليوسفي رمز من رموز الأمة المغربية حاليا، حتى في الاستطلاعات اللي كتشوفوا في وسائل الاتصال أو في شبكات التواصل الاجتماعي يحظى بالتقدير الأول في الطبقة والنخبة السياسية التي أفرزها المغرب في مرحلة الاستعمار ومرحلة الحماية وما بعد الاستقلال. لذلك الأخ جواد قال أشار للزيارة اللي كنت عملت له، وكانت اللقاء الرسمي مطولا، وكل مرة تحصل لي كلماته كما قال الأخ خالد علي، قال أن المغرب ما يمكنش يكون مغرب بدون الاتحاد الاشتراكي، هناك ضرورة للاتحاد الاشتراكي في المغرب، وإلا فإن المغرب مهدد بالانزلاق إلى منزلقات غير ديمقراطية. كذلك قال لي ويقولها، انا عمري ما تصورت راسي نموت الا وعلى الاتحاد. هذا السيد هذا يعرض نفسه على الاتحاد، الدوله تكافئه، الملك محمد السادس جاء اقام له سمى شارع باسمه في طنجه، وحنا في المدينه ديالو، زاره في مرضه مرتين. لذلك حتى في الزيارات اللي عملنا انا والمقصود رشيد الله يذكره بخير والاخوان ديال الدار البيضاء والوالد الزواني، ثم تطرق الى هذا الاعلام الحزبي بشكل محتشم، بل كاين شي واحد ديال العزوان يقول علاش مشيتي عنده، مع كامل الاسف. لذلك نطالب بالمكتب السياسي يدير زياره الاخ عبد الرحمن اليوسفي. اخر كلام جرى بيني وبينه هي مسنية مرس بمناسبه الذكرى ديال الوالد ديالو، وما زال يمدد نفس الاشياء في فرنسا اللي عما قال يسالكم. دير زياره السيد ولنتصالح مع ذواتنا، هو لا يحمل حقدا لاحد في الحزب ويضع نفسه رهن اشاره الاتحاديات والاتحاديين. وهذا الملتمس هو مسؤوليه في عنق الاخ محمد الدويش عضو المكتب السياسي اليوم الى في